الكل بيستعد دلوقتي للحدث الأهم اللي هيعقد في شرم الشيخ وهو منتدى شباب العالم. مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ رفعوا حالة الطوارئ لاستقبال الوفود الدولية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالمشاركين. رفع مطارا القاهرة وشرم الشيخ الدوليان حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال الوفود الدولية المشاركة بمنتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تنظيم مجموعات عمل وتخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات وصول ضيوف مصر في سهولة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الوفود المشاركة. وشباب العالم جاي من كل مكان في الكون علشان مستقبل أجيال، مستقبل أجيال يبعت للدنيا بحالها رسالة خير وسلام هنا من أرض الأمان. من أرض السلام. وحرصت الحكومة على تقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الذي يستضيف شباباً من مختلف دول العالم، كما تم التأكيد على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال وفود منتدى شباب العالم بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها، بفضل جهود وتعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية لإنجاح هذا الحدث الكبير، وذلك بتجهيز صالات السفر والوصول بالمطارات وتجديد الإجراءات الأمنية المطبقة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المواقع بالمطار. كلنا جايين من نفس الأب ونفس الأم، من حواء ومن آدم، من الآخر نفس الدم، هي حقيقة ولازم نرضى. كلنا راكبين مركب واحدة، أكيد رايحين نوصل مع بعض البر أمان. وقامت فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لاستقبال ضيوف المنتدى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للوفود المشاركة وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصر للطيران للسياحة الكرنك، كما تم إطلاق حملة ترويجية للمنتدى من خلال وضع شعاره على متن جميع طائرات الشركة الوطنية وعلى جميع مقاعد الرحلات الدولية والداخلية، وكذلك وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للترويج للحدث.